ودعا النبي يونس عليه السلام ربه من بطن الحوت وقال: اللهم يا حي يا قيوم، ربي مني قريب ولدعوتي مجيب، رميتني يا رب العالمين لأني كنت من الظالمين، فكرت أنك عم بتعاقبني لأني عصيت أمرك، سألت حالي كيف بقدر أرجع لعندك بعد ما فكرت أنك بعدتني عنك. بلعني البحر وخنقتني المي وكنت متت أبشع موتي، واندفنت بقيعه لكنك خلصتني وسمعت صوتي، استجبت لدعائي وأنا عم بستجير فيك يا حنان، لما حفظتني بأحسن مكان. يا رب أنا حزين عكل يلي بيعبدوا الأوثان وبيتخلوا عنك يا الله يا رحمن، أما أنا رح أقدم لك الأضاحي يلي بقدرتك كل ذنوبي ماحي، بشكرك خلصتني وغير طير بدربك مش رح يرف جناحي. وبعد كم يوم أمر رب الأكوان الحوت يرمي يونس عشط الأمان.